التظاهرة اللي هي عبارة عن واحد التظاهرة رياضية تضامنية مع شهداء ومنكوبي فاجعة الحوس. اليوم عندنا لقاء مع الإخوة الصحفيين من أجل تقديم البرنامج ديال هاد التظاهرة، واللي هو في الحقيقة أنا أعتبره نموذجيا، لأنه عبارة على واحد اللقاء رياضي. بالمناسبة كذلك غادي نكرموا واحد شخصية بارزة داخل مدينة فاس، اللي هو المدرب ديال البطل العالمي سفيان البقالي، وهادشي كله تيدخل في واحد العمل تضامني، عمل إنساني اللي غيتجسد إن شاء الله في واحد التضامن جماعي ما بين واحد المجموعة ديال المؤسسات، وهي في الحقيقة تلبية لنداء صاحب الجلالة نصره الله وإياده، اللي دائما كان يحث ولا زال يحث على العمل الجاد والعمل التضامني. واليوم حنا بصدد أننا نأكد على أننا مجندين وراءه من أجل تنفيذ تعليماته السامية الملكية. التظاهرة هذه اللي غتكون إن شاء الله يوم 1 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، وكذلك تضامنا مع ضحايا زلزال الحوس. بهذه المناسبة كنعزيو التعازي ديالنا الحارة لعائلة الضحايا، وكذلك كنتمنوا الشفاء العاجل لجرحى المصابين في هذه الفاجعة هذه اللي قصت بلدنا الوطننا الحبيب. بالنسبة لهذا التظاهرة هذه فهي تظاهرة لها مغزى كبير بحكم تضامن مع ضحايا، وكذلك احتفالا بالمعلم الأستاذ ولا المعلم يعني المدرس. هذه بادرة طيبة خذوها الشركاء في التظاهرة هذه الرياضية.